بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج STC. أهلا ومرحبا بكم في كورس التحليل النفسي للمتداول. اليوم موعدنا مع المحاضرة 11، عنوان المحاضرة أمراض التداول. كنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن المرض الأول من أمراض التداول والتي تصيب المتداول، وهو إدمان التداول بنوعيه، سواء إدمان التداول العشوائي أو التداول نفسه. أما في محاضرة اليوم سنتكلم بإذن الله عن المرض الثاني من أمراض التداول، وهو عدم القدرة على الالتزام، أحد أكثر المشاكل الشائعة بين كل المتداولين بصفة عامة، سواء على سوق الفوركس أو الخيارات الثنائية، هو عدم القدرة على الالتزام في التداول. والسؤال الآن، يا ترى ما هي هذه الالتزامات التي يجب على المتداول أن يلتزم بها أثناء التداول؟ هناك مجموعة من الالتزامات في التداول يجب على المتداول أن يلتزم بها. أولاً، إذا ألزم نفسه باستراتيجية معينة عليه الالتزام بها ولا يغيرها أثناء التداول حتى وإن بدت له استراتيجية أخرى. ثانياً، الالتزام بنقاط الدخول والخروج التي حددها لنفسه وخطط لها، بحيث لا يكون الدخول عشوائي أو نتيجة للتسرع. ثالثاً، الالتزام في إدارة المخاطرة والانضباط مع حجم مخاطرة معين لا يضر بالحساب على المدى البعيد. انت نويت تتداول اليوم ب 3% من حسابك، يبقى هم 3% خلال اليوم الواحد على 3 جلسات كسبت خسرت هم 3%، وعلى أسوأ الفروض ممكن 5%. لو حسابك 100 دولار، يبقى بتتداول ب1 دولار من 3 إلى 5 صفقات يوميا. وهذا الموضوع سوف نتكلم عنه بالتفصيل أثناء الكلام عن الإدارة المالية فيما بعد، حيث تعتبر الإدارة المالية وإدارة المخاطرة هي أهم ما يجب أن يهتم به المتداول. خلاصة الكلام، الالتزام بحجم مخاطرة يتناسب مع حجم رأس المال الذي في محفظتك، والذي يتيح لك البقاء أطول مدة ممكنة في السوق، على أساس أن عملية الاستمرار في السوق مهمة جدا. رابعا، أثناء التداول عليك الالتزام بالصبر وضبط النفس، بحيث لا تدخل إلا الصفقات المضمونة، ويفضل أن تدخل الصفقات التي تمثل أحد نماذج الشموع اليابانية. إذا كنت تتداول بها، يفضل أن تدخل الصفقات التي تمثلها هذه الشموع بشكل مثالي. يفضل ظهور النموذج المثالي اللي هتتداول على أساسه، وده بيحتاج منك صبر على الشرط حتى تأتي الفرصة أمامك. بعد تكون النماذج المثالية، ادخل صفقاتك سواء بالبيع أو بالشراء، مع ملاحظة أنه من خلال احتكاكي بالمتداولين وتعاملي معهم، لاحظت أنهم ليس لديهم القدرة على الالتزام الكافي. أغلب المتداولين ليس لديهم القدرة على ضبط أنفسهم. أغلب المتداولين لا يلتزمون بالاستراتيجيات التي وضعوها من قبل، ولا يلتزمون بنقاط الدخول أو الخروج، ولا يتوقفون عن التسرع في دخول الصفقات. ولتحقيق صفقة رابحة صحيحة إن شاء الله، عليك الانتظار حتى تكتمل شروط الصفقة، وهنا سوف تجد الفرصة الحقيقية وتنضم إلى فريق 5% الرابحين دائما من التداول. خامسا، نبدأه بسؤال: لماذا لا يمكن للمتداول الالتزام بالانضباط داخل السوق؟ ثبت علميا ومن خلال الأبحاث التي أجريت على المتداولين في سوق المال والأعمال أن هناك عدة أسباب، منها: رقم 1، الطمع دائما في كسب المال، وهذا ما يدفع المتداول
إلى عدم القدرة على الصبر من أجل اكتمال الشروط للصفقات التي أمامه على الشرط، حيث يكون متسرع جدا في دخول كل صفقة في كل إشارة، أهم شيء يربح بغض النظر عن إن كانت هذه الصفقة تستحق الدخول أم لا. رقم 2، المشكلة عندما يخسر المتداول أو يتعرض لسلسلة خسائر متتالية، هنا تجده يشعر بكثير من الآثار السلبية والتي تزيد المشكلة عنده، مما يولد عنده مرض آخر جديد ورغبة جديدة، وهي رغبة الانتقام من السوق وتعويض ما سبق من مال، وهذا كله بسبب الطمع. يقول مارك دوغلاس في كتابه الشهير التداول في المنطقة: هناك عوامل أخرى تجعل المتداول يصاب بأمراض التداول، هي طبيعة المتداول نفسه وطبيعة العمل الذي كان يعمله أو يعمله أثناء التداول. فيقول أن نسبة كبيرة جدا من المتداولين يكونون من المهندسين والأطباء والطيارين إلى آخره. انتقال هؤلاء من بيئة العمل التي كانوا يعملون فيها إلى بيئة مثل سوق المال والأعمال والتجارة الإلكترونية يحدث لهم نوع من الارتباك، حيث يعتقد الطبيب المتداول أو المهندس أو المتداول كونه كان ناجحا في مجال تخصصه فهو بلا شك سوف ينجح في هذا المجال، وخاصة أن عنده من الذكاء والفطنة ما يعينه على فهم مجريات الأمور، وهذا خطأ فادح جدا، حيث شتان ما بين البيئتين، البيئة العملية التي كان يعمل بها وبيئة التداول. ثم أنه في مجال التداول يعتقد أن لديه كامل الحرية في التصرف سواء بالبيع أو بالشراء وفي أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان، طالما يتاجر ويتداول برأس ماله، معتمدا في ذلك على بعض المعلومات التي لديه، قد تكون كورسات تعلمها سواء مدفوعة الأجر أو مجانية، وعلى فرض أنه استوعب هذه الكورسات جيدا، إلا أنه لم يأخذ الوقت الكافي في التدريب، حيث يدخل هؤلاء إلى السوق معتقدين أنه يمكنهم بكل سهولة نقل نجاحهم في الحياة العامة، كونهم أطباء ومهندسين ومعلمين وغيرهم، إلى حياة التداول وإلى بيئة التداول. وهذه من المعتقدات التي يجب تغييرها، لأنه في النهاية يجعلهم يعتقدون أنهم في إمكانهم تحقيق الاستقرار في التداول وتحقيق الأرباح والاستمرارية. كل هذه الأفكار والمعتقدات المتضاربة مع بعضها البعض تخلق مشكلة ومعضلة كبيرة جدا، مما يؤدي إلى خسائر مستمرة وعدم القدرة على الالتزام أو الانضباط، وهذا بالطبع يترتب عليه مزيد من الألم العاطفي، والذي يظهر في صورة حزن وخيبة أمل وغيرها من المشاعر السلبية التي تهدم النفس الإنسانية وتجعلها في حالة غير طبيعية. وكل هذا فقط بسبب الاعتقاد الخاطئ عن الأسواق. لذلك من المهم جدا تغيير التصورات الذهنية حول الأسواق وبناء تصورات صحيحة جديدة تكون ضمن الهيكل السلوكي، وبالطبع سوف يمكنهم هذا من فهم طبيعة السوق وخلق الانضباط المطلوب والنجاح في الصفقات بإذن الله. حيث لوحظ أن كثير من المتداولين يتعرضون لخسائر كبيرة جدا حتى يكتشفون ويفهمون ويستوعبون طبيعة وحقيقة الأسواق، وحتى يتعلمون تحمل المسؤولية والتحكم في حجم المخاطرة. أما عن كيف يتحمل المتداول المسؤولية فهذا هو موضوع محاضراتنا القادمة بإذن الله، وإلى أن نلتقي لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي
في سوق المال والأعمال، وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.